السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي أحسن حال. خدنا المرة اللي فاتت بدأنا في الجي اي تي، أخدنا الجنرال ستراكشر بتاع الجهاز الهضمي، وقلنا الجهاز الهضمي بيتكون من 4 طبقات اللي هما ايه؟ سمع معايا، أول طبقة من جوه ميكوزا، تحتيها سب ميكوزا، تحتيهم ماسكولوزا، واخر حاجه سيروزا او ادفنتيشيا. لو كان الاورجان كله في البطن يبقى سيروزا، فوق البطن او تحت البطن يبقى ادفنتيشيا. طيب بعد كده قلنا الميوكوزا عباره عن كام طبقه؟ 3، ابيثيليوم ثم لامينا بروبريا او كوريوم ثم ماسكولاريس ميوكوزا اللي هي المصل اللي تبع الميوكوزا، كانوا 3 طبقات. ثم اخذنا الاسوفيجس وقلنا ان هو انبوبه حوالي 8 انشز او 20 سنتي بتصل ما بين الفارنكس اللي هو البلعوم مع المعده، وبيمنع ارتجاع الاكل او المكونات اللي موجوده في المعده لفوق. ماشي، وقلنا برضو ان هو 4 طبقات، ميوكوزا سب ميوكوزا ماسكولوزا وادفنتيشيا اكسبت اخر 2 سنتي او 1 ل 2 سنتي بيبقوا سيروزا اللي موجودين جوه البطن. وقلنا الميوكوزا ابيثيليوم ثم اللامينا بروبريا والماسكولاريس ميوكوزا، وقلنا الابيثيليوم بتاعه كان استراتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد، عشان الجلد اللي بره كيراتينايزد اما ناحيه جوه بيبقى نون كيراتينايزد. وقلنا ده سؤال مهم جدا. طيب هناخد بقى النهارده، هناخد مين يا دكاتره؟ هناخد الاستومك. اول حاجه الاستومك او المعده بتتكون عندنا من 4 أجزاء. أول جزء، الجزء اللي هو الأخير اللي موجود من الأسوفيجس في المعدة، الحتة دي يا دكاترة بنسميها الكاردياك إند، الكاردياك إند بتاعت الأسوفيجس. تمام؟ ماشي. اول حته مهمه في المعده الجزء اللي هو الآبب ده، اهو القبه دي اسمها فاندس. دي الفاندس، الفاندس دي يعني حته قبه، حته عامله كيرف كده اسمها فاندس. والجزء الكبير اللي موجود ده اهو ده اسمه البادي، واخر جزء اسمه البايلوريك ريجون. يبقى انا عندي كام جزء في المعدة؟ 4، الكاردياك والفاندس والبادي والبايلوريك ريجون اللي هي او البايلورس. جميل. بعد كده عندنا مين بقى؟ السمول انتستين، عندنا الديودينام ثم الجيجينوم ثم اخر حته خالص اللي هي الاليوم، دي اللي هي السمول ايه؟ سمول انتستين. طيب يبقى دي كده اول حاجه في المعده لازم نكون عارفينها. هناخد ايه بقى في المعده؟ هناخد الهيستولوجيكال ستراكشر بتاع الفاندس اللي زيه البادي، الحمد لله الاثنين زي بعض. يبقى الحته دي هنشوف الجدار بتاعها، والحته دي هنشوف الجدار بتاعها او الوول بتاعها شكله عامل ازاي، وهنشوف البايلورس شكله عامل ازاي. تمام؟ يبقى الفاندس شبهه زي البادي، يبقى الاثنين زي بعض، يبقى ده اول موضوع في الاستومك. تاني موضوع في الاستومك البايلورس، وده مختلف عن الفاندس، وهناخد جدول مقارنه ما بينهم. يبقى احنا عندنا في الاستومك عندنا 4 حتت. تمام؟ الكاردياك والفاندس والبادي والبايلورس. جميل. طيب كم طبقه يا دكتور؟ برضو نفس الكلام، ها ميوكوزا سب ميوكوزا وماسكولوزا وادفنتيشيا او سيروزا على حسب هي في البطن ولا لا. طيب المعده كلها في البطن، هتبقى ادفنتيشيا ولا سيروزا؟ طبعا هتبقى سيروزا. يبقى انا عندي الاستومك ميوكوزا سب ميوكوزا ماسكولوزا وسيروزا، 4 طبقات موجودين في المعده. طيب تعال نشوف اول حاجه الميوكوزا.
الإبيسيليوم ثم اللامينا بروبريا ثم الماسكولاريس ميوكوزا. إبيسيليوم لامينا بروبريا ماسكولاريس ميوكوزا. جميل. الإبيسيليوم بتاع الفندس والبادي، الإبيسيليوم بتاع الاستومك جنرالي كده، كل الاستومك بيبقى سيمبل إبيسيليوم. الله، الأسوفيجاس كان إيه؟ كان استراتيفايد، متعدد الطبقات، وبيبقى نون كيراتينايزد، ما عليهوش كيراتين. أما الاستومك، استومك سيمبل، سيمبل سيكريتوري، سيمبل سيمبل سيكريتوري. يعني إيه سيكريتوري؟ يعني بيفرز ميوكس. وشكله عامل ازاي؟ بيبقى كولامنر. كولامنر يعني عبارة عن عمويد وليها بيزل اوفال نيوكليوي. يبقى الابيسيليوم بتاع الاستومك بيبقى نوعه ايه؟ سيمبل كولامنر سيكريتوري. سيمبل كولامنر سيكريتوري. مهم جدا جدا جدا. يبقى الجلد من بره استراتيفايد سكويموس كيراتينايزد، الاسوفيجاس استراتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد، البق من جوه، الماوس كافيتي من جوه، الاورال كافيتي من جوه، الخدود من جوه، اللي فوق اللسان، اللي تحت اللسان، كل ده استراتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد. يبقى من بره كيراتينايزد، جوه نون كيراتينايزد، ندخل على المعده يبقى سيمبل كولامنر. يبقى الابيسيليوم بتاع الاستومك سيمبل كولامنر سيكريتوري. امال بتاع الامعاء اللي هناخدها الحصه الجايه باذن الله هيبقى برضو سيمبل كولامنر، بس وظيفه الامعاء ابزوربشن، وظيفتها الامتصاص، فهيبقى اسمه سيمبل كولامنر ابزوربتيف. يبقى انا عايزك تحفظ معايا، يبقى من بره كده ممكن تكتبهم في الجنب كده، يبقى سكن من بره استراتيفايد سكويموس كيراتينايزد، اورال كافيتي من جوه استراتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد. بس عايزك تكتب هنا اهو اكسبت بعض الحاجات هناخدها بعد كده باذن الله، حاجات معينه جوه البق بتبقى كيراتينايزد برضو. طيب تعالى على الاسوفيجاس، ها استراتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد، نون كيراتينايزد. طب تعالى على الاستومك هتبقى ايه بقى؟ مش استراتيفايد بقى، هتبقى سيمبل كولامنر سيكريتوري. يعني ايه يا دكتور سيكريتوري؟ يعني بتفرز ميوكس، بتفرز مخاط. ليه بتفرز مخاط؟ علشان المعده تحمي نفسها من السكريشنز اللي موجوده جواها، عشان تحمي نفسها من الانزيمز اللي موجوده جواها، من الاتش سي ال اللي موجود جواها. طيب تعالى على الانتستين كمان بالمره، ويبقى خلصناهم كلهم. هيبقى ايه نوعه؟ هيبقى سيمبل كولامنر ايه بقى؟ ابزوربتيف. كلمه ابزوربتيف يعني امتصاص. تمام. يبقى استراتيفايد سكويموس كيراتينايزد، نون كيراتينايزد، نون كيراتينايزد، سيمبل كولامنر سيكريتوري، وسيمبل كولامنر ابزوربتيف. تمام. طيب تعالى بص معايا. يبقى الاستومك اول حاجه عندنا الكاردياك اند او الكاردياك ريجون اللي احنا قلنا عليها، اللي هي اخر حته مع ملتقى الاسوفيجس. ثم الفاندك ريجون اللي هي الكونفكس بارت، الحته القبه اللي اسمها الفاندس. ثم البادي، البادي بتاع الاستومك، وده المين بارت، ده تلتين المعده، البادي بتاع الاستومك ده اللي بيحصل فيه بقى الخرطبيطه كلها، اللي بيحصل فيه الهضم كله، الاكل فيه بيتكسر وهكذا. واخر جزء اللي هو البايلوريك، البايلوريك ايه؟ ريجون. تمام. الحته الواسعه اللي موجوده في بدايه البايلورس دي بنسميها انترم. كلمه انترم يعني مكان واسع، هتاخدوا الكلام ده بالتفصيل في الاناتومي. تمام. يبقى اسمها انترم، دي مش مهم قوي هيستولوجي. وبعد كده الجزء اللي بيمشي بقى لغايه ما يروح عند السفنكتر هنا اسمها بايلوريك كانال، لغايه ما يوصل عند السفنكتر هنا علشان تفتح على
الديودينوم او السمول انتستين. يبقى دي اسمها بايلوريك ريجون، اعرفها بس اسما كده. يبقى احنا عندنا اربع اماكن، الكاردياك اند او الكاردياك ريجون والفاندس والبادي والبايلوريك البايلوريك ريجون. طيب الهيستولوجيكال ستراكشر بتاع الاستومك، احنا قلنا يا دكتور ان الفاندس هتبقى زي البادي، الاثنين زي بعض في الاستراكشر بتاعها، والبايلورس لوحدها. ماشي، اي ستراكشر لاي انبوبه موجوده في الجهاز الهضمي كام طبقه؟ اربع طبقات، هنكررهم كل حصه لغايه ما تزهق منهم. واحد ميوكوزا، اثنين صب ميوكوزا، ثلاثه ماسكولوزا، أربعة سيروزا أو أدفنتيشيا. بره البطن أدفنتيشيا، جوه البطن سيروزا، المعدة كلها جوه البطن، يبقى كلها إيه؟ يبقى هتبقى سيروزا، هتلاقي العنوان الرابع سيروزا. طيب تعالى ناخد أول حاجة الميوكوزا، ها إبيثيليوم كوريوم اسمها الثاني لامينا بروبريا، لامينا بروبريا، تمام؟ ماشي، والطبقة الثالثة ماسكولاريس ميوكوزا. طب نوع الابيثيليوم لسه مجمعينهم دلوقتي من اول الجي اي تي لاخره، سيمبل كولومنر سيكريتوري، سيمبل كولومنر سيكريتوري. شكله بيبقى عامل ازاي؟ شكله بيبقى عامل كده اهو، خلايا عامله زي العمويد الطويله وليها بيزل اوفال نيوكلياي، ليها بيزل اوفال نيوكلياي اهي، تمام؟ يبقى دي سيمبل كولومنر سيكريتوري with basal oval nuclei، تمام. تاني حاجة تحتيها هيبقى موجود ايه؟ هيبقى موجود connective tissue. اي connective tissue في الجي اي تي لوز ولا دنس؟ لوز، لوز connective tissue، والconnective tissue ده اللي بيغذي، فاكيد بيحتوي على ثلاث حاجات اللي هما blood vessels nervous lymphatics، وممكن تحتوي على glands، وممكن تحتوي على الليمفاتيك تيشو. دول دباجة لازم تكون حافظها صم. يبقى انا عندي كل الكونكتيف تيشو اللي موجود في الجي اي تي لوس كونكتيف تيشو، كونتين بلاد فيسلز نيرفس ليمفاتيكس، وتقوم مزود يا اما في جلاند يا اما في ليمفاتيك تيشو. في اورجانز هتلاقي فيها جلاندز، وفي اورجانز هتلاقي فيها ليمفاتيك تيشو واضحه. طب هنا في المعده هتلاقيها مليانه ايه؟ هتلاقيها مليانة جلاند، واحنا بندرس الفندس بتاعة المعدة، فالجلاند بتاعتها اسمها فندك جلاند. يبقى الفندك جلاند موجودة في الميوكوزا في منطقة مين يا دكاترة؟ الكوريوم، اللي هو اللوز كونكتيف تيشو، موجود فيه فندك جلاند. امال البايلورس هيبقى موجود فيها ايه؟ هيبقى فيها بايلوريك جلاند. يبقى انا عندي في المعدة اتنين جلاندز مهمين جدا جدا جدا، زي الاوسوفيجاس كده. ما الاوسوفيجاس كان فيه اوسوفيجيال جلاندز اللي بتفرز ميوكس، هنا برضو في المعده في نوعين من الجلاندز، في الفاندس اسمها فاندك جلاند، في البايلورس اللي هي الجزء الاخير من المعده اسمها بايلوريك جلاند، وهناخد جدول مقارنه في الاخر ما بينهم. طيب الطبقه الثالثه اسمها ماسكيولاريس ميوكوزا، واي ماسل موجوده في الجي اي تي انر سيركلر اوتر لونجيتيودينال، انر سيركلر اوتر لونجيتيودينال. يبقى انا عندي الميوكوزا بتاعه الاستومك ثلاث طبقات، ابيثيليوم كوريوم وماسكولاريس ميوكوزا، ابيثيليوم كوريوم ماسكولاريس ميوكوزا. ماشي، دي الميوكوزا. يبقى احنا عندنا ده الابيثيليوم اهو، وتحتيه الكوريوم ده، وبعدين الانر سيركلر والاوتر لونجيتيودينال. ماشي، دول الثلاث طبقات، ادي واحد وادي اتنين وادي تلاتة. طيب تحت الثلاث طبقات دول ايه بقى؟ تحت الميوكوزا الصب ميوكوزا، واحنا قلنا في المقدمه ان الصب ميوكوزا عباره عن كونكتيف تيشو، واي كونكتيف تيشو بلاد فيسلز نيرفس ليمفاتكس، خلاص خلصانه محفوظه. يبقى الصب ميوكوزا والكوريوم زي بعض كونكتيف تيشو. طيب تحت الصب ميوكوزا عندك بقى ماسكولوزا، وانا قلت لك ان الماسكولوزا في كل الجي اي تي انر سيركلر واوتر لونجيتيودينال ما عدا الخلاط، ما عدا المعده. المعده دي المفرمه، الخلطبيطه بتاعه الاكل بتاعتنا اللي احنا قاعدين ناكلها عايزه تطحن جوه المعده،
فبتلاقي المعدة الماسكولوزة بتاعتها عبارة عن 3 طبقات، يبقى كل الماسكولوزة بتاعت الجي اي تي عبارة عن طبقتين، انر سيركولر اوتر لونجيتودينال، انر سيركولر اوتر لونجيتودينال ما عدا الماسكولوزة بتاعت المعدة بتبقى انر اوبليك، ميدل سيركولر اوتر لونجيتودينال، يعني الاوتر لونجيتودينال ثابت بس زودنا انر اوبليك وميدل سيركولر، بدل ما كانت انر سيركولر واوتر لونجيتودينال لا بقت ميدل ايه ميدل سيركولر وزودنا واحده انر ايه انر اوبليك، يعني انت عندك طبقه انر اوبليك والميدل سيركولر قلنا بتبقى عباره عن خيوط كده، والاوتر لونجيتودينال بتبقى عباره عن دوائر كده، يبقى الانر اوبليك ميدل سيركولر اوتر لونجيتودينال، يبقى انا عندي الماسكولوزا بتاعه الاستومك بتتكون من 3 طبقات، وتفتكرها ان هي خلاط عايزه تخلط الاكل بتاعنا وعايزه تقوم بعمليه الدايجيشن كويس، فلازم تهضم كويس، ففي 3 طبقات موجودين في الماسكولوزا. طيب اخر حاجه سيروزا ولا ادفنتيشيا؟ لا يا باشا ده المعده كلها في البطن، فبالتالي الطبقه الخارجيه بتاعتها كلها اسمها سيروزا. يعني ايه سيروزا؟ يعني بريتونيوم، والبريتونيوم ده كان سيمبل سكويموس ابيثيليوم. الله، يعني المعده من جوه سيمبل كولومنر سكريتوري ومتحوطه من بره بسيمبل سكويموس ابيثيليوم اللي هو السيروزا، يبقى من جوه سيمبل كولومنر سكريتوري ومن بره بسيمبل سكويموس، يبقى انا عندي المعده 4 طبقات، ميوكوزا وسب ميوكوزا وماسكولوزا واخر حاجه سيروزا نوت ادفنتيشيا. يبقى احنا كده يا دكاتره خلصنا اول جزء في الاستومك، خدنا الاجزاء بتاعتها وخدنا الطبقات بتاعتها. طيب احنا قلنا موجود في الميوكوزا بتاعه الاستومك نوع من انواع الجلانس، احنا خدنا الفندس والبادي زي بعض صح، احنا قلنا الفندس هو البادي في الاستراكشر، وقلنا البايلورس هناخدها بعد كده. طيب الفندس والبادي دول فيهم جلانس اسمها ايه؟ اسمها فاندك جلاند، اسمها فاندك جلاند. اما البايلورس جواها بايلوريك جلاندز. جميل. طيب هي المعدة يا دكاترة، هو ربنا خلق المعدة دي ليها اكيد مواصفات خاصة. اول حاجة لو انت جبت المعدة كده وجيت تفتحها وتبص عليها بتلاقيها مليانة تنايات، التنايات دي هتاخدوها ان شاء الله في الاناتومي وفي الفسيولوجي اسمها روجي، اسمها ايه؟ ممكن تزودها يعني كده هتاخدها، اسمها روجي. التنايات اللي موجودة في المعدة دي يا دكاترة دي من رحمة ربنا، اي حاجة فيها تنايات علشان بتزود مساحة السطح. يعني ليه المعدة جواها تنايات؟ من جوه متبطنة كده الابيثيليوم بتاعها متني. ليه فيها روجي؟ علشان لما تتملى بالاكل كتير 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 تبدأ تفرد التنايات دي فالسيرفس اريا يزيد، عشان كده المعدة تقدر تقوم بوظيفتها، تقدر تتملى بالاكل، تقدر تهضم وهكذا. طيب دي اول حاجة. تاني حاجة برضو موجودة في المعدة الفاندك جلاند، والفاندك جلاند دي يا دكاترة دي كل الجلاند اللي انتوا شايفينها دي، شايفين الحاجات الطويلة اللي نازلة دي كلها اسمها الفاندك جلاند. والفاندك جلاند دي يا دكاترة ده السيرفس ابيثيليوم اهو، وادي السيرفس ابيثيليوم اهو، وبعد كده في فتحة نازلة لتحت. الفتحة اللي نازلة لتحت دي بنسميها الدكت بتاعت الجلاند، الدكت، او بنسميها البت بتاعت الجلاند. يبقى اول جزء في الجلاند هندرسه هو الدكت بتاعتها، او البت بتاعتها اللي هي الفتحة بتاعتها، او الهول بتاعتها، الحفرة بتاعتها، المدخل بتاعها. جميل. طيب يبقى انا عندي دلوقتي الريوجيه
بتخلي المعدة تتمدد وتقدر تشتغل. والجلاندز اللي مليانة خلايا، شايفين الخلايا دي كلها؟ شايفين الخلايا الحمراء والزرقاء اللي موجودة في كل الجلاند دي؟ دي هناخدها بالتفصيل وهناخد فايدة كل خلية. ماشي. ده كمان لو انت خدت بالك هتلاقي في جلاند هنا وفي جلاند هنا وفي جلاند هنا وفي جلاند هنا، وكلهم تقريبا فاتحين في نفس الفتحة. فواضح كده ان في خلايا كتيرة في الجلاند شغالة وكلهم بيفتحوا في نفس الفتحة عشان يطلعوا الافرازات بتاعتهم. عن طريق مين؟ الضغط او الضغط او البيت. تمام؟ طيب الجلاند دي موجودة في انهي طبقة؟ مين الطبقة الاولانية؟ الطبقة الاولانية بتاعة المعدة اللي هي الميوكوزا. ماشي. تحت الميوكوزا الصب ميوكوزا ثم الماسكولوزا. طيب الماسكولوزا دي يا دكتور انت لسه قايل لنا دي مميزة، كان في انر اوبليك اهي، ادي الانر اوبليك، ثم الميدل سيركولر، ثم الاوتر لونجيتيودينال. ما احنا قلنا ان المعدة الخلاط عبارة عن كم طبقة في الماسكولوزا؟ كانوا ثلاث طبقات، انر اوبليك وميدل سيركولر واوتر لونجيتيودينال، واخر طبقة اللي هي السيروزا. تمام؟ طيب تعال بقى ناخد الفاند الجلاند بالتفصيل. اول حاجة في الفاند الجلاند الكاركتر بتاعتها، انا لسه بقول لك دلوقتي ان هي ليها فتحة، والفتحة دي في جلاند انبوبة داخلة وانبوبة 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 وكلهم فاتحين في نفس الفتحة، يبقى واضح كده ان هي متشعبة. يعني مثلا لو دي مثلا لو دي الفتحة اهي، تمام، ودي الجلاند اهي، او انابيب كتيرة اهي وكلهم بيفتحوا في نفس الايه؟ في نفس الفتحة. طيب بدام نفس الفتحة او نفس الضغط او ضغط واحدة، هي ضغط واحدة اهي، دي بنسميها سمبل. يبقى لو فتحة واحدة يا دكاترة بنسميها سمبل، لو فتحة واحدة بنسميها سمبل، عكسها كومباوند لو ليها كذا فتحة. طيب لو الجزء اللي شغال وبيفرز وبيطلع وفيه الخلايا متشعب، واحد اتنين تلاتة اربعة هم متشعبين وكلهم بيفتحوا في نفس الفتحة، نقوم مسميينها برانشد. برانشد يعني متشعبة. يبقى هنا لما اجي اقول لك هذه الجلاند سيمبل برانشد، سيمبل بتريفير للضغط نفسها، بتشير للضغط اللي فوق. اما الكلمة التانية اللي هي برانشد بتشير الى الجزء الشغال اللي تحت. يبقى سيمبل برانشد يعني ضغط واحدة وبرانشد تيوبيولز الانابيب اللي تحت دي، يبقى سيمبل برانشد وشكلها تيوبيولر، تيوبيولر يعني انابيب مطولة، تيوبيولر جلاند. يبقى سيمبل برانشد تيوبيولر جلاند، سيمبل برانشد تيوبيولر جلاند، ثبت، سيمبل برانشد تيوبيولر جلاند. حلو. طيب تفتكر الفاند الجلاند دي بتشتغل كتير ولا قليل؟ اكيد بتشتغل كتير. طيب يبقى احنا عايزين الجلاند والخلايا كتير ولا قليل؟ اكيد كتير. يبقى عايزين نستغل كل حتة في الميوكوزا يبقى فيها جلاند، فلازم تبقى عددها نيوميروس كتير، وبتاخد معظم الكوريوم. ايه الكوريوم ده؟ اللي هو الكونكتيف تيشو بتاع الميوكوزا. تمام؟ وبدام هم كتير وقريبين من بعض فهيبقوا كلهم كده لازقين في بعض، تمام، وكلهم بيفتحوا في نفس الايه؟ في نفس الفتح. يبقى الفاند الجلاند سيمبل برانش تيوبيلر وفيري كلوز تو ايتش اذر، يعني عاملين زحمه مع بعض، يعني كل الجلاند جنب بعضها. ماشي. طب شكلها بيبقى عامل ازاي؟ بتبقى انابيب رفيعه ومطولة طويلة نارو ولونج تيوبيولز. طيب واخدة منين لفين؟ واخدة يا دكتور من اول كلهم جنب بعض وكلهم فاتحين في نفس الفتحة. تمام؟ دي كلها كده
الميوكوزا. الحته اللي فوق دي اسمها ايه؟ اسمها داكت او بت، اللي هي الفتحه بتاعتها. طب نوع الجلاندي دي ايه؟ سيمبل برانشد تيوبيلر. طب كلهم ايه؟ لونج ونارو، رفيعين وطوال وقريبين من بعض، كلوز تو ايتش اذر، وكمان عموديين على السيرفس، عموديين على السيرفس، بريبنديكولار على السطح بتاع الاستومك. جميل. طيب بيوصلوا لغايه فين؟ لغايه الماسكولاريس ميوكوزا، اللي هي الطبقه الثالثه في الميوكوزا. تمام. يبقى دي شكل الفندق ايه؟ ده شكل الفندق، الفندق جلاند. تمام. يبقوا بيبقوا رفيعين وطوال وستريت ومتوازيين مع بعض وبريبنديكولار على السيرفس، يعني هتلاقيهم كلهم عموديين على السطح بتاع الايه؟ الاستومك. طيب تعالى ناخد بقى الاجزاء بتاعت الجلاند. ارسم ورايا. احنا قلنا اول حاجه ده السيرفس ابيسيليا، ماشي، وبعد كده قلنا دي الداكت. بعد الضغط كده بتلاقي في حته ضيقه هنا كده، الحته الضيقه دي بنسميها ازموس، الحته الضيقه دي بنسميها ازموس، وادي الجلاند اهي. تمام. ده الشكل بتاعها. اول جزء فوق اسمه الضغط او البت. تمام. الضغط او البت. طيب كل دي اسمها ايه يا دكاتره؟ كل دي اسمها ميوكوزا، كل دي اسمها ميوكوزا. فبيقول لك ان الضغط او البت الفتحه ده بتاعه الجلاند بتبقى غالبا ربع الكوريوم او ربع الميوكوزا. تمام. يبقى دي تقريبا ربع الكوريوم، اللي هي منطقه الكونكتيف تيشو اللي تحت الابيسيليوم على طول. ماشي. الجزء الضيق ده يا دكاتره بنسميه ازمس، البارت اللي ما بين الضغط والجزء اللي تحتها. يبقى الجزء الضيق ده اهو بنسميه ازمس. طب الجزء اللي تحت اسمه ايه؟ احنا هنقسمها ثلاث اجزاء، في جزء فوق وفي جزء الاساسي وفي جزء تحت في الايه؟ في الاخر. الجزء اللي فوق ده هنسميه نك، الجزء اللي فوق الابر بارت بتاع الجلاند ده اهو هنسميه نك، والجزء الاساسي اللي باللون الاورنج ده اهو هنسميه بادي، والجزء اللي تحت خالص المنقط ده هنسميه بوتوم، هنسميه بوتوم. يبقى انا عندي المدخل او القناه اللي هتوصل الافرازات اسمها داكت او بت، وتقريبا ربع الكوريوم. بعد كده الازمس، الحته الضيقه اللي هي الحته اللي عامله حته نارو كده نازله بميل شويه. ثم عندك ثلاث اجزاء، النك والبادي والبوتوم. النك ده الابر بارت، البادي هو الاساس، والبوتوم هو اللور بارت. تمام. يبقى انا عندي المدخل اسمه داكت او بت، بعد كده في ازمس، في نفق ضيق، بعد كده عندنا النك، ثم البادي، ثم البوتوم. يبقى دي كده اجزاء الفندق ايه؟ الفندق جلاند. طيب دي الجلاند اهي يا دكاتره، زي ما احنا قلنا ادي الضغط اهي، وادي الفتحات اهي اللي انا قلت لكم عليها اللي هي البتس او الضغطس اللي هتفتح فيها الجلاند. طيب الجلاند دي بقى يا دكاتره بيبقى ليها لايننج سيلز، يعني في خلايا بتقوم بوظائف المعده. الجلاند دي بيبقى فيها خلايا مبطنه ليها بتقوم بالوظائف بتاعه المعده. تمام. اول خليه اسمها سيرفس ابيسيليوم. السيرفس ابيسيليوم ده اللي هو كان ايه؟ اللي هو كان سيمبل كولامنر سكريتوري، سيمبل كولامنر سكريتوري، سيمبل كولامنر سكريتوري. دي خلاص ده عارفينه. تاني خليه عند النك في الابر بارت اوف ذا جلاند في خلايا مهمه جدا بتفرز ميوكس، عباره عن شويه جلايكوبروتين
اسمها ميوكس نيك سيلز. ميوكس بتفرز ميوكس، ونيك موجودة في منطقة النيك اللي موجودة في الجلاند. تمام. والسيمبل كولامنر سيكريتوري برضو بيفرز ميوكس. يبقى أول اتنين دول بيفرزوا ميوكس. بعد كده عندنا خليتين مهمين جدا 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 لا يخلو منهم امتحان هيستولوجي، تمام، ومهمين جدا كمان في الفسيولوجي. خليتين موجودين في الامعاء في المعدة مهمين جدا جدا. اول خلية اللي هي البيبتيك سيلز، خلية اسمها بيبتيك سيلز، والخلية التانية اسمها بارايتال سيلز. بيبتيك سيلز وبارايتال سيلز، الاثنين بحرف البي، بيبتيك سيلز وبارايتال سيلز. يبقى اول خلية اللي هي السيرفس ايبيثيليا، تاني خلية اللي موجودة في النك اللي اسمها ميوكس نيك سيلز، تالت ورابع خلية بحرف البي بيبتيك سيلز وبارايتال سيلز، مهمين جدا جدا. خامس خلية يا دكاترة، دي خلية موجودة في الجهاز الهضمي في المعدة، تمام، وبتشتغل كإندوكراين. يعني ايه إندوكراين؟ يعني بتطلع لنا هرمونز، تمام. يبقى أنا عندي في خلايا موجودة بتفرز هرمونات اسمها انتيرو إندوكراين سيلز. انتيرو إندوكراين سيلز اتنين ايه؟ يبقى في اتنين بي، بيبتيك وبرايتال وانتيرو اندوكراين سيلز. يبقى قلنا كام خليه لغايه دلوقتي؟ قلنا خمسه. السيرفس ايبيثيليوم سيمبل كولامنر سكريتوري، تاني واحده ميوكس نيك سيلز، تالت واحده ورابع واحده بحرف البي بيبتيك سيلز وبرايتال سيلز. بيبتيك سيلز وبرايتال سيلز. خامس واحده اتنين اي، انتيرو اندوكراين سيلز. انتيرو اندوكراين سيلز بتفرز هرمونات. دول الخمس خلايا المهمين جدا. اهم ثلاثة فيهم رقم ثلاثة واربعة وخمسة، دول مهمين قوي 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 في الامتحان. في خلية بقى اسمها undifferentiated columnar cells، دي بتشتغل كستيم سيل. undifferentiated يعني لما الخلايا تبوظ تبدأ تعوضها تاني، اسمها undifferentiated stem cells. undifferentiated stem cells او columnar cells. وفي خلايا رقم سبعة دي بيقول لك الخلايا دي لقينا فيها زي ايه؟ كهوف كده نازلة كده، فقمنا مسميينها cavulated cells. cavulated cave، cave يعني كهف، فيها زي invaginations كده نازلة فيها، اسمها cavulated cells. يبقى انا عايزك تحفظ السبع خلايا حفظ صم. اهم ثلاثة فيهم هما البيبتيك سيلز والبرايتال سيلز والانتيرو اندوكراين، انتيرو اندوكراين سيلز. يبقى اول خلية سيرفس ايبيثيليوم اللي هو سيمبل كولامنر سكريتوري، تاني خلية اللي هي الميوكس نيك سيلز، خلاص دول بيطلعوا ميوكس، ثم بيبتيك سيلز بارايتال سيلز 2B، ثم انتيرو اندوكراين سيلز 2E، انتيرو اندوكراين سيلز، بعد كده undifferentiated الستيم سيلز او كولامنر سيلز undifferentiated. كلمة undifferentiated يعني لسه ما تحولتش لخلية تانية، فممكن تتحول وتعمل زي ستيم سيل تدينا خلايا تانية بتاعت المعدة، واخر خلية اللي هي الكافيوليتد سيلز، تمام؟ يبقى دي كده ايه اجزاء المعدة، واتكلمنا على الفاندنج جلاند. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم على السبع خلايا بتوع الفاندنج جلاند. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.